مرحبا، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، واسمحوا لي باسمكم جميعا ان ارحب بالاستاذه فوزيه خضر المحاميه والناشطه الحقوقيه والسياسيه المستقله كذلك. استاذه فوزيه من تونس، مرحبا اهلا وسهلا بك. السلام عليكم، شكرا لكم على هذه الاستضافه، وسعيده جدا بالتواصل معكم وسعيده جدا بالتواصل مع مواطنينا في تونس ولاناره الراي العام. شكرا. شكرا لك، والله من وراء القصد نحن نتعب ونشقى، فلنقل هي مؤلمه، نتعب ونشقى لنلقى الضيف المناسب الذي يمكن له ان يقرا الواقع قراءه، على الاقل قراءه موضوعيه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى اصبحت الشجاعه تخون كثير من التونسيين، ليس لان الانقلاب شرس، لا، وانما هذا يحتاج الى ان نقرا الطينة التونسية شنو أحوالها. ربما قد لا يتسع المجال الآن لنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن نرحب برشا بالأستاذة فوزية خضر التي عهدناها دائما صوتا محترما في وقت قلت فيه الأصوات التي تتحدث عن الانقلاب وبشاعته، ومش الحديث عن الانقلاب للانقلاب كموقف سياسي، وإنما واقع تونسي سيء يزداد سوءا ويذهب للمجهول حسب كل من يقول تقريبا، حتى الذين كانوا من حول قيس المنقلب انفضوا من حوله واصبحوا فيهم اللي همهم وفيهم اللي تمتم وفيهم اللي يقول وفيهم اللي هرب ولا يقول ولن يقول اي شيء. استاذه فوزيه خضر، بدايه نحب نبدا معك حيث بدات في المقدمه، حزمه ومساعدات، ومن الاول قالوا لا راهي هذه راهي مش تفرهد الميزانيه، وبعد انكشف الوضع تكلم الجميع وتحدث الجميع بان العناوين يعني الدوله تعطينا عناوين غالطه، الدوله تعطينا عناوين مزوره مزيفه، والدوله ايضا في وزاره خارجيتها تنشر اخبارا ثم تسحبها، مثل ما حدث مع الزياره الثانيه لجورجيا ميلوني وفق معناها رفقه المبعوث الاوروبي. بالله استاذه فوزيه، فلنبسط للساده التونسيين، شنو قصة هذه الصورة؟ خلينا نشوف بعض الصور وبعض العناوين. شكرا لك الزميل العزيز. إذا الاتحاد الأوروبي وتونس يتفقان على العمل المشترك من أجل حزمة شراكة كاملة. شراكة، ماذا تعني كلمة شراكة؟ وشنو معناها شراكة شاملة؟ وشنو معناها العمل المشترك؟ يعني ثم مصالح لتونس؟ ثم حاجة راجعة لتونس؟ ولا بوليس نتاع بحر؟ ناتي سو تو نجيو هذا ونعطي الفرصه للسيده فوزيه، تفضل اعطيني بعدين نشوفه على الاقل. نعم، هذه العناوين الاوروبيه سناتي عليها لاحقا، مثال شكي انت بديت مش مشكل، نشوفه واليك كذلك السيده فوزيه تعلقي لنا شويه. اذا تقريب هنا لهنا، وزير خارجيه امريكا بلينكن تقريب لاول مره تقرا US جوينز، يعني امريكا الولايات المتحده الامريكيه تلتحق بالاتحاد الاوروبي باش تعمل جسر تونس الافمي، اللي هو المشاكل حول الاصلاحات. لكن قاعد بلينكن ولا يعاون في الاتحاد الاوروبي باتجاه ان تتفاهم تونس مع الافمي. ثم بعدين العناوين الاخرى الكل طبعا كلها ابشع، الاخرى كلها ابشع. لهنا ذا جارديان، عندي خشخشه وخربشه في الميكرو يا زملائي الاعزاء، شكرا لكم، ما زلت عندي خشخشه. اي نحاول والا فاني مش نطلب فصل. اذا لهنا الاتحاد الاوروبي يمكن انه مش يعطي لتونس اكثر من مليار يورو كمساعده حصيله عندها علاقه في الاخر، يحكي لك الميجريشن، يحكي لك على الهجره غير النظاميه يقصد. ثم بعده بعد الجارديان ايضا
الاتحاد الاوروبي لهنا ذا تيليغراف تقول الاتحاد الاوروبي يعني يمنح ويعطي مليار اورو اتفاقيه لتونس باش توقف تو ستوب الليجل مايجرانت فلو، عنده علاقه كذلك بانه ايقاف ومقاومه الهجره غير النظاميه للهجره السريه. ايضا لهنا الافريكونز طبعا لهنا نفس الشيء، الاتحاد الاوروبي يخشى الانهيار في تونس، كولابس، يخشى الكولابس. بعده يوروبيان ايد بريشر، الضغط، نفس الشيء، دائما الضغط من اجل انه يتوقع اتفاق بين الاف ام اي وتونس. طبعا عنده علاقه في الاخر تقراوا الميجريشن كونسيرنز، يعني هواجس وهموم وملفات الهجره غير السريه. نكتفي بهذا القدر، اعطينا القصه استاذه فوزي. اوروبا الان في وضع اقتصادي واجتماعي محرج. نعم. جدا جدا، وخاصه افريقيا وفرنسا. نعم. يريدون حل بانهم يحظوا موقع قدم لهم في اوروبا، لان العالم يتوجه الى الطاقات البديله اللي هي موجوده في افريقيا. نعم. الحل هنا، واحنا على ابواب صيف وعلى ابواب حرب روسيه تهدد اوروبا، ممكن حتى بالتدخل العسكري وهو ما يشكل خطر. في فصل الصيف ترتفع نسبه الهجره الى اوروبا نظرا لانه الطقس يكون ملائم. ساتي هنا وفي الايام القادمه اخر هذا الشهر هناك اجتماع للاتحاد الاوروبي للنظر في موضوع هذه الهجره. تريد ايطاليا ان تكون لها الكلمه العليا في هذا الملف عن طريق ربط اتفاق مع قيس سعيد وسلطة الانقلاب، تضمن به أوروبا بقائها في إفريقيا، وتضمن به إيطاليا أنها أن تعود لها مداخيل الاتحاد الأوروبي بصفتها شرطي، هذا شرطي الحدود لمنطقة شنغان. قيس سعيد في نفس السياق وللظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها يبحث عن أي قشة يتشبث بها. جاء ملف الهجرة في هذا الوقت تحديدا. نعم. الهدف منه انه اوروبا ترجع تضخ اموال لايطاليا بصفتها الشرطي، وقيس سعيد في اتفاق سري يتقاسم مع ايطاليا جزءا ولو بسيطا من هذه العائدات التي ستضخها اوروبا. هذا في الخفاء. في العلن هنالك اتفاق، مشروع اتفاق، ولم يصبح بعد اتفاق فعلي ونهائي، لانه جلسات البرلمان الاوروبي لم تنعقد للنظر فيه بعد. نعم. مشروع الاتفاق الذي عرضته ايطاليا على سلطه الانقلاب، الذي عرضته ايطاليا، انا نتفاعل معك فقط بالاسئله فقط استاذه، الذي عرضته. نعم. ايطاليا ام الذي عرضته ايطاليا مرفوقه بالاتحاد الاوروبي، يعني هو مشروع الاتحاد الاوروبي مع تونس وليست ايطاليا، هذا اللي تحبي تقولي؟ هو مشروع ايطاليا لعرضه لاحقا اذا تم التوافق عليه، لعرضه لاحقا على الاتحاد الاوروبي. به كملي. نعم تفضل كملي. في خمسه نقاط محوريه. الخمسه نقاط هذه فيها انه سيتم ضخ مبلغ 150,000 اورو حالا، بما فيهم 100,000 مخصصه لموضوع الهجره وتوطين واستقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين سترفضهم ايطاليا متى وصلوا الى ترابها. بالتالي ال 100,000 الاولى التي ستضخ وهذا وعد لن تكون مخصصه لتونس وليست في مصلحه التونسيين ولن تكون لخلاص ديون تونس او لفك بعض المشاكل او لخلاص اجور او غيرها. 100,000 كوعد ستكون لتسيير واشراف على ملف استقبال المهاجرين الذين ستضخهم اوروبا لتونس. نعم. في اطار اتفاق ارجاع المهاجرين الى منطقه العبور وليس الى دوله المنشا. بقيه ال 50,000 هي اللي يمكن لانه ما فما حتى شيء ثابت انها هي يمكن تكون مساعدات للميزانيه التونسيه. بقية الجزء الآخر اللي هو المتحدث عنه 900,000 أورو، هذه 900,000 أورو هي من باب إعادة الرسكلة وإعادة التدوير، هي مبالغ قروض موعودة بها تونس
منذ ما قبل الانقلاب وتوقفت لانه سلطه الانقلاب لم تسرع الخطا ولم تنفذ شروط صندوق النقد، وهنا تتضح المغالطات. بالتالي هال 900 الف اورو ما هي جايه من الاتحاد الاوروبي كما هما يحبوا يفهموا الشعب اللي قال سعيد ماهوش ماشي في اتجاه صندوق النقد. لا، راهي 900 الف المتحدث عنها هي نفسها الاموال الموعوده بها تونس منذ ما قبل الانقلاب، والتي توقفت بسبب عدم تنفيذ شروط صندوق النقد. هنا نفهموا علاش بلينكن عقد ندوه صحفيه وزار ايطاليا والممثلين الدول الذين جاءوا الى تونس لتوضيح هذه النقاط، ونفهموا هنا علاش بلينكن قال احنا مستعدين باش نساعدوا تونس اذا ما معناها حسنت الشروط اللي احنا طلبناها منها، اللي هي بطبيعتها معروفه للشعب التونسي، التخفيض في اليد العامله والضغط على كتله الاجور ورفع الدعم وخصوصه العديد من المؤسسات. بالتالي 900 الف هذوما راهم هم جايين من الاتحاد الاوروبي، هذوما هما نفسهم يقع اعاده الحديث عليهم وتدويرهم، واللي هما مربوطين بصندوق النقد. نعم. ما يقولوش يغلطوا فينا ويوهموا فينا كون فما مشاريع وفما حاجات اخرى جايه. واضح. فما حتى شيء جاي، هذا الموضوع الحابس ومتعلق بشروط صندوق النقد. النقطة هذه واضحة. النقطة الأخرى. أي تفضل. النقطة الأخرى شيء وعود إنه باش تكون فما طاقات بديلة وإن تونس باش تكون من بين الأطراف المشاركة في هذه المشاريع اللي باش تستثمرها الاتحاد الأوروبي في إفريقيا في الطاقات البديلة، وهذه مشاريع طويلة المدى وتضمن إذا كان أمضى عليها قيس سعيد تضمن أوروبا أنها تبقى عندها موطأ قدم في إفريقيا وفي محاولة لغلق الباب أمام أمريكا أنها تدخل وتاخذ جزء من الطاقات البديلة في إفريقيا. نعم. بعدها ثم حديث على 1000 مليار أورو يكون لاحقا ل 900 ألف أورو، لاحقا لفظ عام ماهوش محدد في الزمن وما فيش حتى برنامج عمل او رزنامة. نعم. ومشروط في بالحصول على 900 الف اللي هي مشروطة اصلا وبالاساس بشروط صندوق النقد اللي سلطة الانقلاب تدعي انها رافضة انها تتعامل معاه. يعني مشروط، يعني بلغة اخرى مشروط امريكي بمشروط اوروبي بقصة تونسية الانقلاب يدعي بأنه لن ينخرط فيها ولن يقبل بها. يعطيك الصح. المعلن عنه انه ماهوش باش ينخرط في شروط صندوق النقد وانه يرفض سياساته ويرفض الركوع له، وبالتالي نلقوا نفس العرض جاي من اوروبا. نعم. اذا كان انت ما قبلتوش من صندوق النقد توا باش تقبلوا من اوروبا. ولو انه الاستاذه انت بسطتي صحيح، لكن للاسف الشديد العقل التونسي نتاع رجل الشارع اصبح لا يهتم بالكيانات السياسيه وبالنزاعات الدوليه وبالاسماء الكبيره، ولا مشكلته مع معيشته، ولا يتدبر في الظروف اللي هي قدامه يعيش فيها، والمؤشرات اللي يعيشها ممكن تكون أقرب لوجدانه. على العموم نجحتي في أن تبسطي هذا الموضوع، شكرا لك. خليني أنا نحب نوريك هذه الصورة أستاذة فوزية، صورة اجتماع سعيد بمبعوثة الاتحاد الأوروبي وكذلك ميلوني، جورجيا ميلوني موجودة قبالته في هذه الاجتماع على الطاولة في قصر قرطاج. تغيب نجلة بودن يا مدام فوزية، وتغيب وزيرة المالية، ويحضر وزير الداخلية. كاد المريب أن يقول خذوني، يعني يحضر وزير الداخلية، لأن نتكلم ربما خلي لك أنت الكلمة على شرطي البحر، على شرطي المتوسط، على شرطي ضفة الجنوب، وتغيب وزيرة المالية ونحن نتحدث عن المال، وتغيب رئيسة الحكومة اللي معنية طبعا بالإصلاحات الاقتصادية، ها بالإصلاحات الاقتصادية كلها.
شنو رايك استاذة فوزية الان على الاقل كيف تقرأين هذه الصورة؟ وما الذي غيب نجلة وما الذي غيب نجلة بودن سيدة فوزية؟ فعلا ما عنديش حتى معلومة ثابتة، لكن تحليل انه هو هذا خطأ فادح حتى بروتوكوليا لا يصح انه يكون اجتماع بذلك بذلك الحضور تغيب عنه رئيس الحكومة في حد ذاتها. بالتالي هنا نقاط استفهام. انت الشهر الفائت كان عنده خلاف حتى مع وزير الفلاحة، كواليس قصر قرطاج عديدة ومتعدة، في الأيام القادمة تتضح بسبب هذا الغياب اللي هو خطأ بروتوكولي المفروض ما يحصلش من دولة تحترم نفسها وتحترم بروتوكولات وشكليات. حضور وزير الداخلية في حد ذاته مفهوم جدا، لأنه الملف اللي يتناول فيه قيس سعيد ملف أمني بامتياز. أن تكون حارسا لمنطقة شنغان فيجب أن يكون وزير الداخلية المفروض أنه يكون حاضر حتى تكون له كلمة في مثل هذه المواضيع. أستاذة فوزية، ما نؤمنوش بكفاءاتكم لكن شكليا له صفة وزير داخلية. أستاذة فوزية بعد إذنك، يعني من خلال الصورة التي تغيب عنها نجلة بودن رئيسة الحكومة، برأيك هل غابت نجلة بودن كموقف عندها حق في موقف زعمة برأيك وهي مستقلة وعندها كيانها كرئيسة حكومة، أم كان شرط المفاوضين اللي جو حشتهم بشرطي بحري؟ بحكم لأن أستاذة فوزية سامحيني، يعني حتى مش يفهم السادة المشاهدين، لأن الأصل فيه لا يمكن أن تكون جورجيا ميلوني رئيسة حكومة إيطاليا موجودة ونظيرتها التونسية غير موجودة. لا يمكن أن نتحدث عن شرط الحدود وعن الداخلية والإجراءات والاحتياطات والتدابير في ظل غياب العرف، يعني بلغة أخرى العرف متاع وزير الداخلية اللي هي رئيسة الحكومة. يعني كيفاش تقراها الحكاية هذه بالله؟ نعم، هذا ما قلت لك اللي هو غلطة بروتوكولية فادحة ارتكبتها سلطة الانقلاب، اللي هي خطأ إجرائي بلغة القانون، خطأ إجرائي لا يصح هذا الاجتماع شكلا. لكن تعرف اللي احنا منذ الانقلاب نعيش في دولة الكواليس والخفايا، وبالتالي ما تستغربش اللي احنا أيامات أخرى قد تنكشف الأسباب الخفية لغياب رئيس الحكومة، والتي لا نستبعد أنها تكون في خلافات شخصية أو بأوامر، لأنها عهدناها أنها ما هيش السيدة التي لها شخصية أو لها آراء أو لها سلطة أو لها قدرة على المناقشة أو الرفض أو إبداء الرأي. بالتالي تنجم تكون قرارات من المنقلب بحد ذاته، هو يختار من يجالسه في الوقت الذي يجالسه ويرفضه. بالتالي مش من باب أنها هي أصبحت صاحبة قرار وصاحبة رأي، لكن من باب انه فما خلافات قد تطول السطح في الايام القادمه، او تعسف من تعسفات قيس سعيد التي لا تحترم البروتوكولات ولا تحترم الضوء ولا تحترم هيبه الدوله ولا سياده الحاضرين.